بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه الآيات من سورة طه هي في سياق حديث الرب سبحانه وتعالى إلى موسى عندما كان في الطور عائدا من مدين إلى مصر، وهناك على قدر مقدر من الله تبارك وتعالى ناداه الله تبارك وتعالى وحمله رسالة إلى فرعون وقومه وأن يطلق بني إسرائيل. السياق في تذكير الله، الله يذكر موسى سبحانه وتعالى بنعمه عليه، فيقول له جل وعلا: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، وذلك أن أم موسى عليه السلام لما أوحى الله تبارك وتعالى إليها عندما ولدت موسى أن ترضعه وأن تضعه في صندوق وتلقيه في البحر، وأن الله تبارك وتعالى حافظه وأنه راده ومرجعه إليها ومقر عينها، وأن الله تبارك وتعالى يعني سيمن عليه بعد ذلك عندما يكبر بالرسالة. ففعلت ما أمر الله تبارك وتعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني. هذه الحماية التي حمى الله تبارك وتعالى بها موسى من القتل، من قتل فرعون وأنصاره، أن من رآه أحبه وقع في قلبه. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يصنعه الله تبارك وتعالى رجلا شديدا قويا يبلغ أشده ويأخذ دروس عظيمة من هذه الأحداث التي يعني والابتلاءات التي تمر عليه، ولتصنع على عيني على رعاية الله تبارك وتعالى، تحت بصر الله تبارك وتعالى، الله يبصره وهو الذي يعني ينقله يعني في من درس إلى درس ومن حالة إلى حالة، ليشب قادرا أن يقوم بعد ذلك بالمهمة التي يكلفه الله تبارك وتعالى بها، مهمة هذه الرسالة العظيمة وتخليص شعبه بني إسرائيل من ظل الفراعنة وإقامتهم في الأرض يعبدون الله تبارك وتعالى. إذ تمشي أختك، عندما كان التابوت يجري في على صفحة النهر، فتقول بعد ذلك عندما التقط آل فرعون التابوت وبحثوا بعد ذلك لموسى عن مرضع، فلم يلتقم موسى ثدي امرأة قط، فقالت: هل أدلكم على من يكفله؟ قال جل وعلا: فرجعناك إلى أمك. لما دلتهم على أم موسى وجاءت أم موسى وقرب لها الصبي،
على طول التقم ثدي أمه وارتاح إلى ذلك. فأمرتها عند ذلك امرأة فرعون أن تمكث عندها في 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 في, في القصر لتكون مرضعة له. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. هذه كذلك نعمة ومنة من الله تبارك وتعالى، من الله تبارك وتعالى على موسى عندما قتل القبطي الذي كان بينه وبين رجل من بني إسرائيل خصومة، والإسرائيلي استنجد بموسى، فجاء موسى ودفع القبطي عنه، ولكن هذه الدفعة كانت فيها يعني مقتل. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، غم ارتكاب هذا الأمر، وذلك أن موسى طبعا رجع إلى الله تبارك وتعالى وقال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، وقال رب اغفر لي، قال جل وعلا فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وفتناك فتونا، فتناك اختبرناك، فتونا يعني تأكيد للفتون أو فتون قوي. وقد ذكرنا أن الإمام النسائي رحمه الله والإمام ابن جرير رووا حديث طويل لابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه في هذا الفتون، سلسلة الأحداث التي جرت على موسى منذ يعني ولادته وإلى وفاته، حديث طويل. وهذا الحديث بعضه موقوف على ابن عباس، ويبدو أنه مأخوذ من الإسرائيليات التي يعني جاء النص النبوي في جواز الحديث عن بني إسرائيل، قال وحديثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن طبعا فيما يصدق ما عندنا من الكتاب. هناك بعض التفصيلات التي جاءت يعني غير موجودة في القرآن كنوع من الفتنة، وهو عندما جلس موسى يوما على حجر فرعون فسحب لحيته إلى الأرض، فقال له من حوله إن هذا يعني الغلام هو الذي سيتسبب في قتلك ويزيل ملكك. فشفعت زوجة فرعون مرة ثانية فيه، وأنه غلام صغير لا يعرف هذا الأمر. ثم قيل له فليقرب له، يقرب له تمر وجمر أو لؤلؤتين وجمر، وليرى أي يعني يده تذهب إلى أي طبق من هذين الطبقين. فأخذت يده إلى الطبق الذي فيه الجمر، وضعها الجمرة في فمه، وقيل إن هذا كان السبب في هذه الثقل الذي كان في لسانه من ذلك. على كل حال، قد ذكر الله تبارك وتعالى من هذا الفتون الذي حدث لموسى أمر عظيم جدا، فقد فتن وهو غلام صغير، كان القتل في إثره، لأنه نشأ من هؤلاء يعني القوم بني إسرائيل الذين يلاحقون بالقتل، يذبحون أبناءهم. فتنته بعد ذلك في عندما قتل الفرعوني وائتمر به الملأ ليقتلوه وأنجاه الله تبارك وتعالى. فتنته عندما خرج هاربا فارا من أرض مصر وذهب إلى مدين لا يعرف في المكان أحد، وجلس وحيدا عند بئرهم الذي يسخون منه، وقص الله تبارك وتعالى ما قص عندما جلس هذا، قال جل وعلا ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انظر هذا الدعاء لله تبارك وتعالى والانكسار، وقوله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فهو غريب في هذا المكان ولا يعرف فيه أحد، ومحتاج إلى مأوى وإلى طعام وإلى عمل يعمل.
ثم بعد ذلك من الله تبارك وتعالى عليه في مدين، فأواه ذلك الرجل الصالح وعرض عليه زواج ابنته، وبقي عاملا عنده على الصحيح 10 سنين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندي، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. والصحيح أن موسى قضى الأجل الأكبر اللي هو 10 سنوات. ثم عاد بعد ذلك إلى مصر وهو يحمل أهله، وفتنة في الطريق من يعني في الطريق هذا وحمل أهله، ثم القدوم على أمر مجهول لا يعلم ما الذي سيكون من مصيره، لكن الله تبارك وتعالى يعني تلقاه بالقبول وأعطاه الرسالة في هذه في رحلة عودته إلى مصر. وكان هذا الحديث الإلهي والمنادات الإلهية لموسى وتحميله يعني هذه الأمانة، وهذا الحديث الطويل الندي مع الله تبارك وتعالى. وفتناك فتونا فلبثت السنين في أهل مدين. لبث السنين في أهل مدين، صحيح أنها 10 سنين، هذه السنين التي لبثها يعني ومكثها في أهل مدين أجيرا عند ذلك الرجل الصالح في مقابل مهر، هذه أجرته هنا مهر لزواج ابنته. ثم جئت على قدر يا موسى، ثم جئت، أتى الله تبارك وتعالى بك على قدر، أن الله تبارك وتعالى قدر هذا، ما هو مجيء يعني اتفاق، وإنما قدر الله تبارك وتعالى أن يحمله الرسالة في هذا الوقت، وأن يكون حمل الرسالة هنا في هذا المكان المقدس حيث يناديه الله تبارك وتعالى ويخاطبه ويحمله أمانة هذه الرسالة. ثم جئت على قدر، أي قدر من الله تبارك وتعالى يا موسى، واصطنعتك لنفسي. إخبار عظيم من الله تبارك وتعالى لموسى بأنه اصطنعه على هذا النحو، اصطنعتك، صنعتك، اصطنعتك بزيادة الطاء لبيان أنها يعني الأحداث التي أجراها الله تبارك وتعالى عليه لينشأ بها موسى رجلا قويا مكتملا تمر عليه هذه التجارب العظيمة، تجارب من البداية من الولادة وإلى أن يصبح رجل. فالدروس التي أخذها دروس عظيمة جدا، دروسه أن ينشأ في 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 القصر وفي حماية فرعون ليعلم حياة القصور وحياة الناس وأديته، وكذلك دروسه في نشأته يعني في بني إسرائيل وفي قوم مطاردين ليعلم مقدار المعاناة التي يعانيها هؤلاء من الذل ومن الخسف ومن سومهم العذاب. درس هذه الملاحقة، ملاحقة فرعون له ليقتله بعد يعني قتله للمصري، ثم بعد ذلك يأخذ درس في أن يعبر يعني هذه الصحراء وحده وما في هذا من التحمل والجلد ومعرفة الطرق، وكأن الله تبارك وتعالى رتب له هذا لأنه سيسير في هذا الطريق مرة ما وهو يقود قومه خارجين من مصر. درس في أن يعيش 10 سنوات أجير، وكم يتحمل هذا الأجير ويتعلم، وخاصة عمله هنا في رعاية الغنم وفيها دروس عظيمة، فما من نبي إلا ورعى الغنم، تعلم الرعاية والعطف والحماية والرحمة. فرعاية الغنم فيها دروس ومواعظ عظيمة جدا وتربية لمن يقوم يعني على هذا الأمر. درس في 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 العفاف والالتزام بالحق، فإنه قد كان انظر موقفه عند البئر وقيامه بخدمة هاتين الفتاتين الضعيفتين وانكساره وعفته
حتى تصف البنت بمجرد تصف لوالدها فتقول يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فتصفه بالأمانة لما رأته من أخلاقه العالية السامية، فلا كلمة ولا غمزة ولا نحو ذلك. كل هذه دروس اصطنعه الله تبارك وتعالى بالدروس التي أجراها عليه ليكون هذا، واصطنعتك لنفسي ليكون عبدا خالصا لله تبارك وتعالى يحبه الله تبارك وتعالى ويقربه. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. جاء الأمر الإلهي هنا بعد هذه، بعد أن ذكره الله تبارك وتعالى نعمه العظيمة عليه وأنه رباه هذه التربية، يقول له اذهب أنت وأخوك، أنت أولا وأخوك ثانيا، الذي يعني نبأه الله تبارك وتعالى بطلب من موسى عليه السلام بآياتي، ذهبوا بآياتي إلى فرعون بهذه الآيات، الآيات الله تبارك وتعالى المنزل عليهم وآياته اللي هي هذه المعجزات، عصاه، عصا موسى الذي تنقلب حية، ويده التي يدخلها في جيبه ثم يخرجها فتكون يد بيضاء غير سوء. ولا تنيا في ذكري، الوان الضعف يعني لا تضعف ولا تتهاونا، بل يعني اسعوا في هذا الأمر السعي الحثيث ولا تنقطع عنه، ولا يعني يأتي وقت للركود والراحة، بل للعمل المتواصل. وهذا أمر الله تبارك وتعالى الرسول، انظر قول الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد أول ما أقامه هذه الرسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، في ذكر الله تبارك وتعالى، سواء بعبادتهم للرب تبارك وتعالى وبدعوتهم يعني فرعون وقومه إلى الله. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اذهبا موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون إنه طغى، وفرعون هو ملك مصر، مسمى فرعون هو من يملك القبط، كان يعني هذا المسمى المنصب الذي هو فيه منصب الملك. إنه طغى، والله إنه طغى، إنه أي فرعون طغى، طغيانه مجاز الحد، طغى بكل أنواع الطغيان. أولا طغى في جعل نفسه إله من دون الله تبارك وتعالى، بل رب للناس يقدسونه يأمرهم فيطيعونه، وأن أمره هو الأمر، وأنه لا يرى إلا الصواب والحق، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وأنه هو الإله الذي يعبد من دون الله. يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، هذه كلماته. وطغى بإذلاله واحتقاره لبني إسرائيل وتقتيله لذكورهم وإبقاء إناسهم وتسخيرهم في الأعمال، أعمال السخرة والأعمال الشاقة كضرب الطوب وشيء الأشياء دي وحمل الأثقال ونحو ذلك، في كل أعمالهم الشاقة كانوا يعني يسومونهم سوء العذاب بهذه الأعمال. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، هذا إرشاد من الله وتوجيه بأنهم إذا ذهبوا إلى هذا الطاغية الطاغي الكبير أن يقول له قولا لينا، قال جل وعلا لعله يتذكر ويخشى. قول اللين غير القول الخشن، غير القول اللي فيه غلظة ومن تحقيره، تحقير الفرعون، سبه، شتمه، بل ينبغي أن يكون قول لين. وقد بين الله القول اللين هنا بأنه عرض الدين عليه ليس بالأمر، أن يعرض الأمر عرضا وليس أمرا، كقوله لعله يتذكر وأهديك إلى ربك فتخشى، فيقولون له إن احنا يعني جئنا إنما لنرشدك إلى طريق الحق وإلى طريق الصواب وأن تتزكى، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، هل لك بالعرض أن تزكى، والتزكية هنا ما قالوا أن نزكيك بل أن تتزكى أنت وأهديك إلى ربك، يعني أرشدك إلى الله تبارك وتعالى فتخشى، فتخشى الله تبارك وتعالى، فيكون من القول اللين أن يعرض عليه الرسالة عرضا ولا تفرض عليه فرضا،
وكذلك أن يكون القول بعيد عن الخشونة والتغليظ والسباب والشتام. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله، لعل فرعون يتذكر ربه وإلهه وخالقه ومولاه وطريق الحق والصواب، أو يخشى، يخشى الله تبارك وتعالى ويخافه أن يعني يعاقبه ويعذبه بطغيانه وجبروته. ولعل هنا بحسب المخلوق وليس بحسب الرب، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده يعني نواصي العباد، ولا يعجزه أن يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. ولكن هذا لعله يتذكر ويخشى، يعني ابذلوا هذه الأسباب لعل فرعون يعني أن تفيده هذه الأسباب فيتذكر أو يخشى. قال أي موسى وهارون ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال موسى وهارون عندما أمرهم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر بحمل هذه الرسالة والذهاب إلى فرعون، إننا نخاف أن يفرط علينا أي فرعون أو أن يطغى. يفرط من يعني يجاوز الحد، فلا أول شيء بمجرد ما يسمع أننا جئنا لنعرض عليه أمرا أو نقول له شيء أو نعرض عليه الدين غير الدين الذي عليه فيقفل الباب بتاتا ولا يسمع لمثلنا، أو أن يطغى الطغيان فيأمر بسجننا وبقتلنا. و كما الشأن في كل شأنه، فإنه طاغية، فإنه إما أن يفرط بأن يمنع أن يصله هذا الحق، أو أن يطغى علينا بضرب أو بتعذيب ونحو ذلك. قال جل وعلا قال لا تخافا إنني معكما أسمع أو وأرى. تطمين من الله تبارك وتعالى، أجاب الله تبارك وتعالى مقالتهم في خوفهم من فرعون، قال لا تخافا أي من فرعون ومن قومه إنني معكما، معية النصر والتأييد وتقوي لهم. ثم قال أسمع وأرى، يعني لستم يعني غائبين عن سمع الله وبصره، بل أنتم تحت سمع الله تبارك وتعالى وبصره، وأن الله تبارك وتعالى لا يمكن إلا أن ينفذ رسالته ويمضي وعده سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا معية هنا، معية الله تبارك وتعالى مع موسى، معية نصر وتأييد تقوية، وأنه معهم ديت. وإلا فالله سبحانه وتعالى لا شك أنه مع عباده جميعا بعلمه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أحوال خلقه جل وعلا ومن أعمالهم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إلا هو الله سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. لكن هذه المعية، هذه هنا معية أنه مع موسى ومع هارون، إنما هي معيته بنصره وتأييده ورحمته وعنايته وكلاءته سبحانه وتعالى. إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. هذه خلاصة ما أرسلوا به. فأتياه، اذهب إلى موسى إلى فرعون وأتياه في مكانه، فقولا أي له إنا الاثنين رسولا ربك، يعني موسى وهارون رسولا ربك. وهنا قولهم ربك أيضا فيه يعني تذكير بأن الذي أرسلهم هو رب فرعون، وهو ربه هنا ربه يعني أن الله هو خالقه وهو رازقه وهو المتولي بشؤونه. فهذا كأنهم يعني يقولوا احنا نذكرك بالرب الذي هو خالقك ورازقك ومنشئك ومملكك، فهو سيدك. فالرب هو السيد المالك المتصرف سبحانه وتعالى.
ما قالوا إنا رسول يعني ربنا، وإنما قالوا رسول ربك، وهذا كذلك من القول اللين ومن تقريب الأمر ومن تحبيب فرعون في أن يعود إلى ربه إلى خالقه ديت فيعود إلى الحق. فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل، يعني لا نريد عندك مكثا ولا ملكا ولا ديت، وإنما نريد أن ترسل معنا بني إسرائيل، أن تترك بني إسرائيل ليخرجوا من أرض مصر فيعبدوا الله تبارك وتعالى في مكان آخر، يخرجوا إلى برية سيناء ثم إلى الأرض التي وعدوا بأن يسكنوها، ونريد أن يعني نخرج عنك من يعني مملكتك بمصر، فأرسل معنا بني إسرائيل، بني إسرائيل أولاد يعقوب، ولا تعذبهم، يعني انتهي عن عذابهم، عذابهم بهذا الذي صبه عليهم قتل ذكورهم، تشغيلهم وإقامتهم في العمل الأعمال الشاقة سخرة وظلما له. قد جئناك بآية من ربك، قد جئناك نحن بآية من ربك، آية علامة على صدقنا، لأن هذه الدعوة ممكن أن يدعي أي إنسان بأنه رسول من الله، لكن هنا يعني الذي يبين الصادق من الكاذب هو البرهان. فقالوا احنا جبنا آية، أتينا بآية من ربك، أيضا قالوا قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. لم يسلم عليه بذاته وهو في حال الكفر، وإنما ألقي السلام على كل من اتبع الهدى، قال والسلام على من اتبع الهدى، من اتبع الهدى فإن منه سلام لنا، وأما من لا يتبع الهدى مفهوم هذا أنه من لا يتبع الهدى فالمؤمن ليس سلما للكافر ولعدو الله تبارك وتعالى، بل يدعو عليه، بل هو في هلاك الرب تبارك وتعالى، بل هو نذير منذر له بالهلاك والعذاب. قال والسلام على من اتبع الهدى، فيدخل فيها فرعون إن اتبع الهدى، ويدخل فيها كل من يتبع هدى الرب سبحانه وتعالى. ثم قال لها، قال له كذلك يعني وعظا، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذا إنذار لفرعون وبين له، إنا أي موسى وهارون قد أوحي إلينا، أي أوحي إلينا بالبناء لما لم يسمى فعله، يعني والله موحي هو الله سبحانه وتعالى، أن العذاب على من كذب وتولى. العذاب في الدنيا والآخرة على من كذب الحق. وقد جاء موسى وهارون بالحق، فهي دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته، وكذلك دعوة إلى تخليص شعب يعني في الذل والقهر من دونه، فكل دعوتهم جاءت حق. فالعذاب على من كذب يعني ما جاءه من الحق وتولى أعرض، تولي هو الإعراض والذهاب بعيدا عن الحق بالعمل. وهذه الدعوة التي حملها الله تبارك وتعالى موسى وهارون إلى فرعون دعوة واضحة مدللة، حجتها قائمة لا غبش فيها، يفهمها كل من عرضت عليه، ولكن طغيان فرعون حال بينه وبين أن يقبل الحق، فبدأ يعني استكباره عناده. قال فمن ربكما يا موسى، هكذا انظر خطاب الإله له، أنهم يخبروه بأنه يعني نحن جئنا من لندعوك إلى ربك يا فرعون، ولكنه ينفي بعد ذلك أن يكون يعني له رب وينسب هذا الرب إلى موسى. قال فمن ربكما يا موسى، وذلك أن فرعون كان يعتقد بأنه هو الرب الإله الذي لا يعني رب للناس غيره، فشف يعني دول يخاطبهم على أنهم كأنهم خارجين عن عبادته وعن يعني ألوهيته. قال فمن ربكما يا موسى، ويقول هذا على وجه طبعا الكبر وعلى وجه المعتقد الذي يعتقده من أنه هو رب الناس وأنه إلهه. فأجابه موسى جوابا عظيما جدا، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
أجمل يعني صفة الرب تبارك وتعالى في بيان أنه خالق كل هذا الخلق، وهو الذي وضع كل مخلوق في مساره وفي عمله، الذي أعطى كل شيء خلقه. فكل شيء، كل ما سوى الله هو خلق الله تبارك وتعالى. ثم إن كل مخلوق قد وضع في المسار الذي يسير فيه، فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعود إلى هذه الآية إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.